إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم بالأطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. فلوك ديال اليوم الإخوان نهضرو شوية على الخروف البدري، الخروف البكري، تبارك الله، اللهم يسير الفلوك الإخوان ديال اليوم. الخرفان هادو كنا عرضناهم للبيع نهار 14/4/2022، 14/4/2022، وحنا دابا في 2023، 1/2022. هو هذا الإخوان، خليكم مع الفيديو فاش كنا نشرناه، والحمد لله تمت عملية البيع، والله يسخر الجميع. والمهم الإخوان، نخليكم مع تتمة الفيديو، هنا فاش كنا نشرنا الفيديو وكي ولاو دابا تبارك الله، يعني نشوفوا الفرق فاش كانوا صغار وفاش كبروا تبارك الله دابا. الله يسخر ليه، الله يسخر لبو عزوز، الله يسخر ليه. خليكم الاخوان مع تتمة الفيديو، نتسناو التعليق ديالكم، تبارك الله على الجميع. فلوق جديد ان شاء الله. كاين هنا الاخوان 16 خروف، تبارك الله، النبت الزين المليح، تبارك الله، اللهم يسر. هي هذه الاخوان مليحة، تبارك الله، اللهم يسر، تبارك الله. ستاش الخروف الإخوان للبيع في مدينة أزرق، تبارك الله. هي هذه الإخوان، اللهم يسر، واحد واحد، تبارك الله، الله يسخر. بالنسبة للإخوان هذه سلعة مليحة، النبت، بالنسبة للناس اللي غادي يسولوا على سبع العيد، هي لقات التالو ولقات الخيار، يعني تخيرات تبارك الله في الماكلة وفي العلف، بقى القصيل بحال هكايا، راه تبارك الله غادي توجد. تحياتي للجميع. بالنسبة للثمن الإخوان الطالبين 900 درهم، طالبينها الإخوان على بركة الله، اللي عجبوه مرحبا. تحياتي للجميع، ما تنساوش الإخوان تفعلوا معنا في القناة، خليو لنا شي بصمة ديالكم شوفوها. الناس اللي دخلوا جداد مرحبا بهم، ما ينساوش يتابونوا معنا، الله يسخر الجميع. انا تندوز لهم واحد الجهه وما تيدوروا لي من جهه اخرى. وانا اخوتي، من بعد مده تقريبا ديال 8 شهور، الحمد لله النتيجه تبارك الله بانت، اللهم يسر، اللهم بارك. خليوا الاخوان التعليق ديالكم، وتبارك الله على الجميع، تحياتي. هذه